مرحبا بكل من التحق بنا في استوديوات برنامج الماتينا لقيت باش نحكيو على يسير اكسبريس واليوم للناس اللي تحب الماكله التونسيه على اصولها دونك يحبوا البنه يحبوا لي بلا التوانسه طيبين كما تقول العاده والعواد عليهم كان يدخل على ابليكاسيون يسير اكسبريس ويلقاو لو ريستورون اللي هو موجود في سوسه دار العيله اللي يطيب ويعمل اطباق تونسيه 100% بنه وبفحات تونسيه كما يلزم تكون دونك تحب تاكل حاجه بنينه تونسيه معليك كان بغاستورون دار العيله سوسه اللي يوصلك الاطباق نتاعو لوين انت موجود سوا في الخدمه والا في الدار يعطيكم الف صحه. خلينا نمشيو بحذا لي شيف. في الختام فاطمه نذكروا مشاهدينا بمقادير وصفاتنا اللي حضرناها لهم اليوم ونبدو كالعادة مع الشيف فتحي الشوش. ألو غنى اليوم حضرت المذية الجاتو فلان اللي هو كيك سمارت شيف فاني طيبته نص تياب ومن بعد طيبت له كريمة الكابوتشينو هذية هو نص تياب صبيت فوقه الكريمة متاعه وحطيته طاب مع بعضه يقعد 25 دقيقة في الكويسون ثانية وإحنا نشوفه كيفاش حرافه طايبة يكمل يطيب مع بعضه باش يولي أن فلان بنين. انتم تنجموا راهو تنوعوا لي كريم كيما تحبوا فما كراميل فما فري سيك فما سيترون فاني فري دي بوا هذاك يقعد لكم ليكم انتم الاختيار في الكريمه اللي تحبوا تخدموا بها والجاتو والكيك اللي تحبوا تخدموا بها توكا نتيجه بنينه برشا. مع هو عملت هالخبز هذايا بالفرينه سبيسيال جاتو ورده وريتكم طريقه نتاع عملانو ساهل فيه خميره نتاع خبز سمارت شيف كيما نعجنو كيما الباتا بيتزا عملت له وحده بيستو كنت نجم نحط فيها هريسه ندهنوه بالهريسه راه هريسه وبيستو بنين ياسر. انا اليوم عملت بيستو بالكسبر حطيت فيه جوست شويه لوز وزيت ورحيته مع بعضه فوحته بالجبن مرياح حطيت له جبن السيسيليان المالح هذاك الغابي وحطيت معاه الموتزاريلا. الموتزاريلا هي اللي تعطي وقت ينقصوا الخبزه تشوفوا كيفاش ليلاستيسيتي نتاع الجبن وهي بنينه غزروا لها كيفاش يتجبد راهو الجبن راهو اذا كان ما فيهش حليب اكل التجبيده نتاع الجبن ما تلقاوهاش اذا كان ماهيش حليب ولا فيها اي مكون اخر يولي كعبر كعبر ما يوليش كيما الجبن هذايا. وحطيت له لافيميكاتو مرياح طاب في كوشه سخنتها 220 درجه وهذه معناها طريقه سهله تعملوا بها الخبز لصغيراتكم وتعملوا معهم جو في داركم. هذه دبارتي لكم اليوم نقول لكم ان شاء الله نهار جديد ودباره جديده على نفس القناه وفي نفس الوقت. يعطيك صحة شيف فتحي الشواشي. مشاهدينا انا اليوم حبيت نودكم بزوز دبارات تسهل عليكم فكرة الدبارة في الدار شنو الفطور شنو العشاء. احنا كي تتبعونا في برنامج ماتينال تلقاو الفكرة. اليوم حضرنا لكم كلامار محشي عملنا به شربة مفورة لسان عصفور من عند وردة شربة تكون نمرو اثنين دونك هذيا الكلامار المحشي معه. هو قدمنا لكم سلطة اخترتها باش تكون بالبتنجال اساسا قليناه البتنجال نتاعنا بروج ومن بعد زدنا عليه المكونات الاخرى حطينا في وسطه معدنوس وبصل حطينا في وسطه بيمونت كايان زيتون نجم تحطوا كبار وليمون يجيو بنان برشا تحطوا معاهم هما الفخوما السيسيليان من عند مرياح معاهم تحطوا شويه بصل كان تحبوا وتحطوا اكيد التون اليوم اخترنا تون البدر اللي بزيت الزيتونه خذينا زيت الزيتونه نتاعو فوحنا به السلطه مع شويه ملح وشويه فلفل اكحل والفصوص نتاع التون زينا بهم دونك هذوما الاطباق اللي اخترناهم لكم. استناونا ديما في دبارة جديده على قناه 9 في برنامج الماتينال انا والشيف فتحي الشواشي كل يوم في نفس التوقيت مع فاطمه السويد الى اللقاء. مشكورين اللي شايف انا بدي نشكر سونتر ديستيتيك باك ستيج تلقاوه في العوينه باش فيسبوك وانستغرام باك ستيج تليفونهم 29 30 20 10 تطلبوهم تاخذوا لو رونديفو قبل ما تمشيو وخاصه اللي هما يخدموا 7 ايام على 7 من 10 ل 7 نتاع العشيه. كما نشكر سي ان ديم البوتيك اللي تلبس فيها تلقاوه في طريق سكره باش فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكره. ميرسي انزو شوز زاد البوتيك اللي تلبس فيها تلقاوه البوتيك نتاعهم في وسط بنزر تليفونهم 54 54 80 92 تنجموا تكمانديو اي ارتيكل من عندهم يوصلكم وين انتم موجودين كيما زاد تنجم تهز اي ارتيكل يعجبك يعملوا لك حاجات سور ميزور. ميرسي زاد انزو شوز نلقاو في المنزل سابا بحث سونتر كرام باج فيسبوك انستغرام انزو شوز وانزو شوز اوفيسيال. كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده كيما زاد يعملوا دي برومو على كوليكسيون اللي قبل ونذكر المراه اللي ساقه كبيره توصل حتى 43 راهو طاقه الصابات اللي وتهم من عند انزو شوز. ميرسي فريق الاعداد زميلتنا هاله بن جمعه ميرسي الفريق التقني
وميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه. علاش ليه؟ يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة تن البدر صحة ونكهة وبنا. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سمحت شيف مسهل هالبنة. في تونس الكل وللناس الكل تحب تأسس دارك وحاير منين تبدأ عليك وعلى مونديكو. كل شيء تلقاه عندنا، بيت النوم، بيت الصغار، الصالة وبيت الفطور، المبل دونتخيل، بورت شوسور، وحتى ليزيليمون دو كويزين. وزيد تتمتع بالفاسيليتي دو بيمون اللي توصل للعشرة شهور سونز انتيغي. اي نعم، تسهيلات في الدفع والسوم يبقى هو بيدو. ملا إذا كانك في تونس العاصمة، إجابة حذينا للي شوغوم، سكرة أدول، سكرة أنفان، الزهرة بن عروس. وإذا كانك في صفاقس تلقانا في طريق تونس كيلومتر 4.5. وبالطبيعة كانك في أي بلاصة في تونس وإلا حتى خارج تونس نجم تختار وتعدي كوموند على الباش فيسبوك متاعنا mondico.tn وإلا على السيت ويب وين تلقى الموديلات الكل. وما تنسيوش التوصيل حتى الباب الدار.